السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين مننا ما بيشوفش المنظر ده تقريبا كل يوم؟ تساقط الشعر. في البداية قبل ما أبدأ الفيديو، أتمنى أن أنتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد. ولو عندكم أي سؤال يخص تساقط الشعر أو يخص التحاليل الطبية في العموم، اكتبوه في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم في أقرب وقت. الشعر الطبيعي بيتساقط منه من 100 ل 190 شعرة يوميا، علشان الشعر ده بيدخل في مراحل مختلفة، بيبدأ بمرحلة نمو وبينتهي بمرحلة ضعف وتساقط زي ما احنا شايفين قدامنا. وبالتالي لما بيبدأ يتساقط الشعر، بيبدأ عدد مساوي لعدد الشعر اللي تساقط في النمو مرة تانية علشان يعوض الشعر اللي تساقط ده. لو زاد عدد التساقط أو عدد شعرات المتساقطة عن النسبة اللي اتكلمنا عنها، أو حسينا بظهور بعض الفراغات في الرأس، ده معناه وجود مشكلة في الجسم. حصل اي مشكلة في الجسم او نقص اي فيتامينات او اي مادة فعالة، بيظهر على طول على الشعر وبيبدأ يقل لمعان وقوة الشعر، وبتوصل في الاخر لمرحلة التساقط، لان الجسم بيعتبر ان الشعر ده هو اقل اهمية من باقي الجسم. فلو حصل نقص في الفيتامينات، على طول بيمنع امداده للشعر علشان يستفيد بيه الجسم. فبالتالي الشعر هو مرآة لصحة الجسم. علشان بعض النساء بتاخد بعض العلاجات والفيتامينات وحديد مثلا او اي حاجة لعلاج الشعر، ولكن لعلاج تساقط الشعر، لكن ما بيتمش العلاج بشكل صحيح. ده نتيجة لان في اسباب كتير مختلفة لتساقط الشعر. عشان نعرف ايه الاسباب الحقيقية، لازم نعمل بعض التحاليل الطبية اللي هنتكلم عنها النهاردة، اللي عن طريقها هنشخص السبب الحقيقي لتساقط الشعر، وبالتالي هنعالج التساقط بشكل صحيح. أول سبب هو نقص الحديد، وهو من أهم وأشهر الأسباب، لأن الحديد هو المكون الرئيسي للشعر. وبنعرف نقص الحديد عن طريق نوعين من التحليل، هو تحليل CBC أو Complete Blood Picture أو صورة الدم الكاملة، وده شكلها، شكل التحليل بيكون فيه حاجات كتير جدا من ضمنها الهيموجلوبين، وده نقص، وده نسبة الحديد بيظهر فيه النقص إذا كان موجود. وكمان بيظهر فيه حاجات تانية بتبين نوع الأنيميا لو فيه أنيميا، أو بيتم طلب تحليل بس الهيموجلوبين لوحده. فأول حاجة، لو أنت بتعاني من تساقط الشعر، أول تحليل تعمليه هو تحليل الهيموجلوبين أو تحليل صورة الدم الكاملة، علشان نشوف إذا كان سبب التساقط ده هو نقص الحديد أو لا. تاني تحليل بالنسبة لنا هو تحليل السيروم فيريتين. السيروم فيريتين او الفيريتين الدم، ده عبارة عن بروتين بيثبت الحديد في الدم، وبالتالي بنسميه احنا مخزون حديد في الجسم، ونقصه بيؤدي الى نقص الحديد، بالتالي بيؤدي الى تساقط الشعر. وده اسم التحليل اللي احنا هنقوم باجراءه علشان نعرف اذا كان عندنا نقص في مخزون حديد في الجسم او لا. تالت حاجة وهي الزنك ليفل او نسبة الزنك. الزنك نقصه بيؤدي الى تساقط الشعر، ولكن ممكن نحصل عليه من المكملات الغذائية او من الطعام، زي مثلا المأكولات البحرية واهمها المحار، وده فيه نسبة عالية من الزنك. كمان بعض المكسرات زي الفول السوداني والسمسم، ودي من ارخص المكسرات اللي موجودة وفي تحتوي على نسبة كويسة من الزنك. غير كده كمان انه موجود في اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، وفي البيض والحليب ومشتقاته. تحليل الزنك من التحليلات المهمة علشان نعرف إذا كان هو السبب في تساقط الشعر أو لا. رابع حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهو نقص فيتامين د. فيتامين د كمان ليه أعراض تانية كتير غير تساقط الشعر، زي الضعف العام وأعراض كتير مختلفة. فيتامين د من أهم مصادره هو الشمس. التحليل اللي بنعرف بيه اذا كان عندنا نقص في فيتامين د او لا، فهو اسمه 25 هيدروكسي فيتامين د. التحليل ده بيبين نسبة الفيتامين في الجسم، ولو في نقص بيتم علاجه عن طريق الحقن او عن طريق بعض العلاجات او القطرات. بعد كده او خامس حاجة هنتكلم عنها وهي فيتامين B12. وفيتامين B12 ده نقصه بيؤدي الى برضو تساقط الشعر، وده غالبا بيبقى ناقص جدا عند بعض الاشخاص اللي هم النباتيين، اللي ما بياكلوش لحوم، لانه اهم مصادره هي اللحوم الحمراء والكبدة والاسماك واللحوم البيضة والبيض والحليب. لازم الاشخاص النباتيين او اللي عنده نقص في فيتامين B12 انه يتم تعويض النقص ده عن طريق المكملات الغذائية.
سادس حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الغدة الدرقية. الغدة الدرقية أي خلل فيها، سواء الخلل ده كسل أو نشاط في الغدة، كمان بيؤثر على الشعر وبيسبب تساقط الشعر. مع التساقط بنشوف أعراض تانية، ده بيدل على إن في مشكلة في الغدة الدرقية، زي مثلا جحوظ العين، السمنة المفرطة، أو جحوظ العين أو السمنة المفرطة أو النحافة الشديدة، الإحساس الشديد بالبرودة والحرارة، دي كلها أعراض بتدل على إن في مشكلة في الغدة الدرقية. علشان نعرف إذا كان عندنا مشكلة في الغدة الدرقية ولا لا، بنقوم بإجراء بعض التحاليل. ممكن نعمل تحليل واحد بس، هو تحليل الـ TSH أو تحليل الهرمون المحفز للغدة الدرقية، والهرمون ده بيبين إذا كان في مشكلة في الغدة أو لا. لو نسبته طبيعي معنى كده إن الغدة فيها نشاط، لو نسبته أعلى من الطبيعي معنى كده إن الغدة فيها كسل. بيطلب الدكتور بعض التحاليل التانية زي تحاليل التي 3 والتي 4 والتي اس اتش. تلات تحاليل دي هي التحاليل الخاصة بالغدة الدرقية، زي ما قلنا التي اس اتش هو الهرمون المحفز للغدة، والتي 3 والتي 4 هي هرمونات الغدة نفسها. ازاي نعرف اذا كان في نشاط او فرط نشاط يعني او كسل في الغدة؟ عن طريق التحاليل دي ونسبتهم، وده اتكلمت عنه في فيديو خاص عن التحاليل الخاصة بالغدة الدرقية وازاي نقرأ نتيجة التحليل ونفسرها. هسيب لكم الرابط ان شاء الله في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف. في اسباب تانية كتير ممكن تسبب تساقط الشعر، زي مثلا القلق والتوتر والحالة النفسية، ده بيسبب التساقط عن طريق انه بيأثر على الجهاز الهضمي والامتصاص، بالتالي ما بيمتصش الجسم كل المواد الغذائية او المواد والفيتامينات اللي بيحصل عليها المواد الغذائية، وده بيسبب تساقط عن طريق نقص برضو المواد الهامة اللي بنعرفها عن طريق التحاليل اللي احنا قلنا عليها. كمان الرجيم القاسي او بعض ادوية الرجيم كمان ممكن تسبب تساقط الشعر، نتيجة ان الرجيم ده بيسبب عدم امتصاص او هضم المواد الغذائية اللي بيحصل عليها الشخص، بالتالي برضو بيحدث نقص في الفيتامينات والمواد الهامة في الجسم. علشان كده انا بنصح اي حد بيعمل رجيم انه ياخد مكملات غذائية مع النظام الغذائي بتاعه، لان المكملات الغذائية دي مهمة جدا علشان يحدث انقاص للوزن، لكن الجسم يظل بصحته وما يأثرش على البشرة والشعر وعلى صحة الجسم عموما. فلازم ناخد مع ادوية الدايت او مع الدايت العادي او حتى نظام غذائي ان احنا نقلل في اكلنا، لازم ان احنا نحصل على الفيتامينات دي من مكملات غذائية علشان ما يأثرش على صحة وسلامة الجسم. كمان بعض النساء في فترة الرضاعة بتجد ان في نسبة التساقط عندها بتزيد، وده بسبب غريب شوية انه في فترة الحمل بيكون نسبة هرمونات الانوثة عالية، فبالتالي بيقل التساقط. بنلاحظ ان بعض النساء ان الشعر بيكون اكثر لمعانا، اكثر صحة، بيزيد تقل الشعر، ده نتيجة زيادة هرمونات الانوثة في الدم. بعد الولادة مع الرضاعة طبعا بيرجع الهرمونات لنسبتها الطبيعية، وبالتالي بيرجع تساقط تاني طبيعي، غير ان فترة الرضاعة كمان بتقلل من الفيتامينات اللي موجودة في الجسم، فبالتالي لازم نحصل عليها من المكملات الغذائية اللي هيوصفها لنا اكيد الطبيب المعالج. كمان بعض الامراض المناعية اللي بتسبب تساقط الشعر زي مرض الثعلبة. مرض الثعلبة غالبا بيكون نتيجة حالة نفسية سيئة او تعرض لضغوط نفسية شديدة، فبالتالي بيحدث ان الجهاز المناعي بتاع الجسم يبدأ يهاجم بصيلات الشعر ويسبب تساقط الشعر. في الحالة دي ما بيكونش في نسبة تساقط عالية، لا، بيظهر بعض الاجزاء في فروة الراس خالية تماما من الشعر، وبيكون تشخيصها للطبيب طبعا المعالج، طبيب الجلدية، وبيتم يعني في معظم الحالات بيتم العلاج بالكورتيزون الموضعي. في النهاية أتمنى أن أنا أكون لميت بالموضوع كله، وأن أنا أفدتكم في بعض المعلومات الخاصة بعلاج تساقط الشعر. ولو عندكم أي سؤال اكتبوه في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة.